السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبابة بلشان صوماليات ملك استوى الجوكتان يسيك استوى عبنو طاوانيسان جمعة المبارك سيدة الله سعودتين با بريها كان وحا براها بلشان اللوذي لليرا صوماليات او تهريب كسو قشي دالك روشك اسلام كانت نباتوين كالاكولانتي وراركا لسيدة حمري وحي شيغيين ان لليرا داس قاركود لأسكريي وروشكو عيدا كانكتي قارنا برفك أي كل ما ذي هذا بقى الرنكاس سأن ففهم ديري أقوله أيار وحن لحديثني عبد القادر محمد عجيرة أو كسران ذلك فنلاند إسلام كان لوان سومري ذلك روسك مرك إن شاء الله تعالى عبد القادر أيان وري صدورنا عبد القادر سلو وياي عبد القادر واحد لوان صو مرتي ذلك روسكا هذا واحد كسكون تاي ذلك فنلاند هذا بل أمد الصومالي واحد كشيء كيسا مرك هراء سفر كي أتكسب باللودي مقدسو إسلام مرك أنا أتكسب كشيء ذلك فنلاند يسدوها عبد الساقو أفرج تونك نوفمبر بعد مقدسك سوتي وحن ساعدي كسرنا أربور كاربيسا دور ردي وانكسو تري هاربيسا ساعدو اللي يردو هودا نغرسوه نحني مغرب كي عمرا دبي ترسل كسو هاي وح أيضا ساعدي بر عمرا كسو نين أربور كا دبي وكسي دغاغني اللي سبر كدري عاصمة روشكا ويارد موسكو هاي سفر كهذه دوم لو ما رسد حمار كتبة سفر كي كلا إلا بانشكو تياري وحان ترين كراعي عاصمة موسكو عاصمة لوات بانكو ترين كا دو ساعة ستة ساعة وعاصمة لوات كروش كدو جيدا صوبا ها عاصمة لوات كروش كا هاي سفر كا كل هؤلاء واقصي سفر يترك قارئ تاكسيا لباتن كي نوفمبر ندو سد حمالنا وودد سارلين كدي بوحانم حدود فيلا ورنتي سد حدا سمال عن ودد كسي سعني اي خطر بغن يو تاريخ بغن اي ولاد اي حسوس وايي بل جيتك انت ku socoteen inta u dhaxaysa caasimada labaad ee Ruushka iyo dalka Finland oo hadda joogto wadadu siday ahay ma baraf badan ba jira caqabadaha aad kala kulanteen bal umada Soomaaliyeed u faafay runti afsaho cimilo aan waligay arki ma ahayn Soomaaliya oo kale oo kulul baan ka yimid marka meel waxaan ku soo safreynay khatarteeda leh oo runti hadii aad gaari ka dhigid labada dhinac banaa ka taagnaatid gaari bii aad cabaysay banaa ka meel hadaad dhigtid ay barafoo yar oo qofka bini'aadamka intaas hadduu sii taagnaadana aad sanka dhiig ka keenaysay meel khatarteeda leh bay runti aan gaariga aan ka dhex bixi karinba laba habeen aan wadada soo saarnayn iyo maalin gaariga kama dhex bixi karin marka wadda khatarteeda leh oo riski leh wayay Cabdulqadir sida hadalkaaga iga muuqata qofki ugu safarka fududa ee qurbaha soo kale inaad taar u maleeyaa sababtoo ah waxa tiri 14kii November ayaan ka soo baxay Muqdisho Finland gormaad gashay Finland waxaan galay xilli galab ah taariikhdu ma ku beerday 23kii November marka 14kii November ilaa 23kii November ayuu safarkaagu guud ahaan kugu qaatay Muqdisho ilaa iyo Finland wayay waxaan maqalnay in ay jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo dabcan ka dambeeyay oo markaasii dalka Ruushka dhibaato kala kulmay oo qaarkood intay lugeeyeen ama baaskii la qaateen oo barafku ku dilay jidka qaarna inta la qabtay la askareeyay maxaad xog ka haysaa dadka Soomaaliyeed ee ku daba joogay runtii Cabdisaaqo Ruushka horta waxa ka soo bixi kara qof
في زديسة شرعي وروسك كجوري إيه سكن عن وروسك شرط صحيح هدي شرعي وكادع وفي زدي أرودك كجوري كادع لا من دورنا إسحاق اللي يرى ويدي ونقلنا موسك وسوتري وفي زدي قد عصنا مقالة دي موسك يقولون لهم أنايا وهوتيل مر إسحانا يا إن لسوح اليو ولا صوت الحيلو إن تنكا يخرين بالنيرا الله قاضي أي أي قرار بيعصي كقوى النفع مركا بالنيرا دا وده سكوس صعتا مكتشو كسوت هي إن بدنا كفي سدانو وخطرت إلى الله وأنا ده وارو صلابة دونا قيبتو الدمبيسان كرنك دونا لكن وحاد شرطي إن أي جيران أما محو ها دادكو إلا ما أوبشن هايستان إن لغو عليو دل كودي هويو أو هدي مر فيزيو كردعو روسكو عليو سيدا إنو مغدشوكو عليو كالي إيا إن لو قادو لنك روس لنك يوكرين يوكرين لنك يو قادية من دولة دي روسكا وقاديس مرك أنا وحالة قل لي أتقالك يوكرين. عبداس دنيا رب بدن إن الجي بعد ما قلي دنيا رب إيش إن أنت يغني إيش يعني. ويا هي هذا دي أدل حرير تي تك صاحب هذا أها هذا وصوت تي موسكو أما عاصمة دلبات روسكا يعني وح لاقا ذي لأنك يوكرين ميجرة أما محو هاي تلقب تي سومالي الوحلي. هاي مركا قطرت إذا لا يزيد هذيك على عروق وهو هنا تكررت وضك ودنك بالروس أو عرفت أما تحيل ديار بالروس دواية ويا أبو غادر وحد شيء تي أفرت بقى نوفمبر نات خصو بحر الحمر سد حيل لما تك نوفمبر نات في لا صوب قشري تلير الصوب علي أدل كأنه هو يكون سقط وهذا كتر ظروفه اللي نولهين ورئيس قال مركا مقلان waxaa laga yaabaa in buufis cusub galo oo ay dhahaan warheede sagaal maalmood ayaaba nin wuxuu ku galay fiilan waa inaan dhaqaaqnaa marka dadkaas maxaad kula talin lahayd walaalaha ah ee maanta dalkoodii hooyo ku sugan marka hadba waxa leedahay xuduudka Finland iyo maxuu aha Ruushku wuxuu xiran yahay totally oo cid dambe oo kasoo gali karta ma jirto totally wuxuu xiran yahay dhalinyaradii Ruushku markii anaga aan soo gudbaynay wuxuu sameeynaayay dhalinyarada fiisada u saaran tahay oo fiisada oo Ruushku u saaran yahay ay soo gudbinayeen haddii xuduud xiran tahay Ruushku ma soo deynin dhalinyarada Soomaaliyeed laakiin hadda Ruushku waxa saxaa
ah xuduudii finland waa xiran tahay meesha u dhaxaysay bay dhalinyaradii ku dhamaanayaan marka haddii ruushku exit ku soo siiyo waddanka iga bax iraan kuma laaban kartid finland xuduuddeedana waa xiran tahay meel dhaxana ay dhalinyaradii soomaaliyeed ku dhamaanayaan marka ruushkiina kuma laaban kartid finlandna ma geli kartid one hour meelan u adkaysa weynay in maalmo dhex joogana waa khatarteedii leedahay runtii aad iyo aad ayaad u mahadsantahay cabdulqaadir maxamed cagayare oo markaasi ku sugan dalka finland waayahay waraysiga sida aad ku maqasheenba xuduudka finland wuu xiran yahay ruushkuna wuxuu sheegay cabdulqaadir in uu dadka maadaama ay tilada ka bateen laga yaabo inuu isu soo dhaafiyo yihaahdo bax markii hore wuxuu yidhi haddii aysan furnayn macnaha xuduudda finland dadku wuu celin jiray laakiin hadda xuduuddii xiran waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo yacni idhaafa haddii marka aad ruushka soo dhaafto immigrationka ruushka ka soo gudubto ee aad u soo tallowdo dhanka finland kuma noqon kartid ruushka sidoo kale xuduuddii finland hadday xiran tahay ma soo geli kartid marka waxay noqonaysaa labada maxaa waaye border dhexdooda in aad ku dhimatid marka insha allahu tacaala waxaan ku waanineynaa dhalinyarada soomaaliyeed ee hadda haminaya inay wadaha soo maraan halista badan oo markaasi ay u gudbaan dhanka finland jidkaasi inuu xiran yahay insha allahu tacaala waxaan leeyahay dalkiina iimaansada meeshan waxaa ka jira waxaan loo adkaysan karin wiilkaas sida uu sheegay baraf baa jira dadku waxaa weeye way qalalayaan quri qalalan baad noqonaysaa wadniya istaagaya jirkoo dhan xubnaha jirkoo dhan ayaa shaqada joojinaya haddii barafku uu maaragtay heerkii bini-aadamku u adkaysan karay dhaafo marka waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed naftiina intaad kusoo asiirigi lahaydeen waddo halis ah dalkiina iimaansada barnaamijkeyga jimcaan intaasaan kusoo gebagabeynayaa hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu